بلدية بيطام أو ما يعرف ببيت الطعام. تعد بلدية بيطام من ثاني أكبر البلديات مساحة وشساعة على مستوى ولاية بدنة بعد بلدية عزيز عبد القادر. تمتاز بطبيعة الفلاحية لخصبة أرضها كونها منطقة نوعية وزراعية. رغم نقص الموارد إلا أن بلدية بيطام تزخر بمناطق سياحية، على سبيل المثال المدينة المنسية تفيلة. هذه المدينة الرائعة ذات المناظر الخلابة تأثر ناظرها من الوهلة الأولى. كما لا ننسى المناطق الأثرية التي تعود إلى الحقبة الرومانية كالمعلم الأثري طبن المدفون تحت الأرض. ناهيك عن أكبر محجرة على مستوى العالم سميت بكافي الرومان. وأكثر ما يميز بلدية بيطام أنها منطقة ثورية ومجاهدة بامتياز، عرفت بمستشفيات تحت الأرض، والمثال على ذلك منطقة النبكة ببيطام والأحسي والمكسم وجبل الأحمر، أين شهدت معارك الثورة التحريرية وسفكت بدماء الشهداء. رغم كل ما قيل تظل بلدية بيطام فقيرة بمواردها، تعتمد على إعانة الدولة تنتظر التفاتة. بلدية بيطام هي إحدى بلدية ولاية باتنا، ثاني بلدية من مستوى المساحة بعد بلدية عز عبد القادر. تعتبر بلدية فلاحية بامتياز ذات طابع سهبي رعوي فلاحي، تمتاز بخصوبة أرضها. الملاحظ على هذه البلدية الفتية وهي غياب الموارد الصناعية أو الموارد المالية الصناعية، حيث أن البلدية بلدية فقيرة لا تمتلك أي مصنع على مستوى بلدية بيطام، فقط نعتمد جل المواطنين يعتمدوا على الفلاحة ورعي الغنم وتربية الأبقار. وتعتبر إحدى البلديات المشهورة بإنتاج مادة الزيتون ومادة الشعير والقمح. لو نظرنا منطقيا لهذه البلدية فإن هناك مناطق تاريخية ومناطق ثورية ومناطق سياحية. لدينا عدة مدن من الآثار سواء الرومانية أو الآثار التي قبل الرومان هي متواجدة ولم تكتشف لحد الآن. نبدأ بمدينة طبنة، لدينا أقدم محجرة على مستوى العالم وهي محجرة كف الرومان. لدينا خيمة الجازية أين توقف بنو هلال سابقا. لدينا كذلك منطقة في المكزم ممكن راكم شفتوها، وهذه المدينة التي تعتبر المدينة المنسية، أنا أسميها المدينة المنسية. كذلك لدينا كهف الصواعد والنوازل، لدينا مرملة تعتبر بيطام، يعني سبحان الله كأنك في مدينة الصحراء لو تخرج لمنطقة النبكة. هناك معالم ثورية ببلدية بيطام واللي صارت فيها العديد من المعارك، وتم عن طريق جيش التحرير الوطني بناء العديد من المستشفيات تحت الأرض.